ايوه فين عندك اولاد؟ الحمد لله عندي بنت ندى في ثالثة صيدلة. ما شاء الله دي عروسة. الحمد لله. هو حضرتك دخلك الشهري حوالي قد ايه؟ موجود عند حضرتك في الطلب فعلا؟ طب ايه رأيك لو دخلك يزيد 600 دولار في الشهر؟ الحقيقة أنا مش فاهم ده إيه علاقته بالقرض اللي أنا جاي أقدمه يا أستاذ صالح، محمد صالح. يا أستاذ صالح، لا هو في الواقع ملوش أي علاقة بالقرض ولا بالبنك، ده بزنس خاص بيا أنا. لا الحقيقة أنا مش فاهم. أفهم حضرتك، هو الموضوع عبارة عن شجرة، الشجرة دي مكونة من فرع يمين وفرع شمال، المطلوب منك انك تجيب كل معارفك واصدقائك وزمايلك تحت الافرع دي، هتاخد على الفرد الواحد حوالي 50 دولار، وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ كل ده بكام؟ بخمس. يا استاذ انا مش فاهم اي حاجه من حضرتك بتقوله ده، ومش مهتم، فياريت بقى نركز ونرجع بقى لموضوع القرض اللي انا جاي اطلبه. ممكن تديني فرصه ثانيه اشرح لك بشكل ابسط شويه؟ اتفضل. مين اكتر اتنين بتثق فيهم في اصحابك؟ ايمن عبد العزيز رئيس مجلس الاداره. لا مش مهم، نقول ايمن على طول. ايمن، ها تاني؟ شريف. تمام، احنا لو تخيلنا ان هنجيب ايمن في الغصن اليمين وشريف في الغصن الشمال، عشان الشجره تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت ايمن. ايه يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش، احنا نجيب المدام تحت شريف والابوره الصغيره تحت ايمن. ندى بنتي؟ ايوه يا فندم، امال مش ندى بتعملها مستقبلها؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بشهادته؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي ندى تحت شريف؟ طب خلاص بلاش، واضح ان حضرتك مش واثق من شريف. اقول لك على حاجه، خلي ندى شمال لوحدها وتعتمد هي على ايه؟ زمايلها في الجامعه. احنا قلنا المدام هتبقى تحت ايمن، تخيل بقى لو المدام جابت شريف تحت منها، انت متخيل المدام ما بين ايمن وشريف؟ يا سلام، ايمن يقوم سخنان وجايب اتنين من صحابه، تقوم المدام كمان سخنانه وجايبه اتنين من صحابها، تخيل حضرتك هتاخد كام على الواحد؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تخليك محترم شويه في كلامك يا فندي. يا جدع انت بتزعق كده ليه؟ مالك؟ انا مش فاهم، انا مش هتعامل مع البنك ده تاني. ان شاء الله يا اخي ما تعملها، انت جاي تستلف وتعمل قرض امسك تنطط علينا. يلا طيب انا همشي بقى. انا مش قادره اتصور اني هسيبك المده دي كلها لوحدك واسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز، لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري، مين اللي هيعمل كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ يا طبعا حاجه صعبه جدا، بس تقلقيش عليا. تقلق على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المافي، وصلت للحاله اللي هو فيها دي. بس ابو النبي ما تضايق نفسك، هو ما انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ اه صحيح، مامي ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ، اللي هو مش الاحمر، اللي هو التاني بقى اللي بيلبسوه لما يجوا يلعبوا فريق بره ارضهم. لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد، يعني بعد ما توصلهم المطار ما تنساش بقى ترجع لي علشان توديني البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول، تجاشها في الجواش جنب العربيات التانيه، والواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا الكلام ده يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون يروح بيها الشغل يا عيني؟ مامي الاغنيه اللي احنا بنحبها. وكمان كان في جدو شنبات. اطلع بره، اطلع بره العربية، اطلع بره. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح، ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها، ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترمايه علشان تنشف. انا مش فاهم، يعني ترمايه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي؟ وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترمايه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم، هو ابوك مش هيبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل في ابنه كده؟ اسمع مني، ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك معفن. الله صالح يا عم، بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده، اوه الحق 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 البطل ده. اه يا تفيقه بتمسك نفسك، مش كده هتفضحنا. يا ابني عليا، مش تركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت اه، بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ شفت؟ بتعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ اه تعالى شوف البتاعة دي. ايه ده انت ذكي قوي يا صالح،
برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده قرب قرب اذن نفسك كده. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده؟ انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي. معلش صحيح. روح اسمع. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش رقيب المنظر ده وكل مرة أقول له عيب. يعني اتجوزوا يا أخي اتجوزوا بدل ما أنتوا عاملينه في خلق الله. ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح بس بالهداوة لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم مجداف. على فكرة ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، أنت عارف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل إيه؟ إحنا خمس ساعات ولا ست ساعات ونخلص، أمسك فك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، أمسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا ملوخيه طلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ سيدي نشف شوية بس أستاذك، ممكن تطوى بتجيب كوباية مية من التلاجة اللي وراك دي بعد إذنك؟ مية؟ ما جيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح يا صالح أنا كلمت في طاقة الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا أستاذ ولي يجيب لك مية ويعني إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في يا جماعة؟ إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشره بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكمل. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجة؟ عاوز حاجة؟ ده تالت مرة بتسألني السؤال ده. معلش اسفين أمور. عايز أفتح محل مخبوزات وعايز أعرف إيه الأوراق المطلوبة بالظبط. تقدر تقول لي اسم المحل إيه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اسمعنا نجوى؟ اسم أمي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عمرو بس يا عم حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميد وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه يعني انت وهو يا فندم. هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجي لي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجي لي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى، وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم
مش معنى ان في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما هيمشي الكوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان هباب اللي انت هببته في البنك النهارده، ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا اكذب يا غلط تكذب ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه انت بتتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرايه يا سامي مالك، ما تتكلم عادي انت كمان. سامي؟ سامي، امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زئرو. هنايا احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زئرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنايا احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طامن النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت خد ابن سايب باطه صح؟ اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك، بقول لك ايه، خف رجلي شويه وعامل زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل؟ هف هفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. اسمها ايه الاصطفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفل. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. وبعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور، اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، هي بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكرة كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامة الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعة ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجة تلفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقة. حواراتي انا برضه. اقول لك العب. ادي الدراع لعمك عمرو، خليه يلعب. يلا. تعالى يا حماد العب. بس يلا. تعالى هتلعب. عم زيرو. حبيب قلبي. ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدراعات كانت معلقة. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كاف. بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش.
هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا سايز جالة ماتش ايه اللي تدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا سكر؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الارسنال. تفضل. ايوه يا استاذ سامي خير. أنا انت كنت عاوزنا؟ لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه هنا؟ ايوه هنا وفي اي حته انا ما يهمنيش. انت يا ابني مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي،